طبعا استضافه اولا السيد الوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في اطار هذا الدرس الافتتاحي لكليه علوم التربيه، هو من اعطاء نفس جديد للكليه خاصه بعد الادوار التي ظهرت للمجتمع المدني الان في الازمات الاخيره التي عرفها المغرب. ونعرف ان هناك يوم ديناميه واستراتيجيه جديده، هذا الطرف يعني مناسب لطرح هذه الاستراتيجيه امام الاساتذه وامام الطلبه وامام الباحثين، وايضا لانفتاح الجامعه، وهذا هو المهم على محيطها واكيد انفتاحها على كل الفعاليات الوطنيه والحكوميه المغربيه.